بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والى ابد الابدين كلها امين. اهلا باخواتنا في حلقتنا مفهوم المسيحي للجنس وللعلاقه الجنسيه في حياتنا كاولاد الله. وبنيجي هنا عند سؤال بيتكرر كتير وخاصه في مرحله الشباب والمراهقه، وهو وايضا في النضج خاصة مع بداية الزواج وكده، على الإفرازات الجنسية التي تخرج من جسم الإنسان. والحقيقة الموضوع ده متعلق أيضا باللي ناقشناه قبل كده بقيمة الأعضاء الجنسية ونظرة الكنيسة ليها في حياتنا الجسدية، وبالتالي الإفرازات التي تخرج من جسد الإنسان سواء الرجل أو المرأة، خاصة لأن في العهد القديم كان في يعني كده تابو شوية على هذه الإفرازات التي تخرج وكانت بتعتبر رمز للنجاسة. والحين أحب أن ننظر إلى الجسد ككل. فسيولوجيا وطبيا جسد الإنسان بيفرز إفرازات كثيرة جدا من الجلد ومن الأنف ومن العين ومن الفم ومن كل يعني جسد الإنسان بتخرج إفرازات، وكل الإفرازات دي ربنا خلقنا فيها بطبيعتنا، في طبيعتنا البشرية العادية جدا، سواء الإنسان متزوج أو غير متزوج، عايش حياة أي طفل أول ما بتولد جسده بيفرز إفرازات كثيرة جدا، والإفرازات دي في غالبها بتحمل من داخل الإنسان سموم أو مواد لا يقبل جسد الإنسان أنها تبقى فيه من أجل الحفاظ على صحته فبيخرجها، وده شيء طبيعي ربنا وضعه في يعني نقدر نقول إيه، يعتبر جهاز خاص للإخراج أو أجهزة خاصة في جسم الإنسان لإخراج المواد الغير مرغوب فيها في جسد الإنسان. وكلنا بنتعامل مع الإفرازات الجسدية اللي تخرج مننا وبطريقة بسيطة خالص وبطريقة يعني مقبولة ومفهومة عند كل البشر. ومن هنا بيعتبر ده قاعدة لفهمنا للإفرازات الجنسية التي تخرج من جسمنا، بأنها أيضا هي إفرازات طبيعية في جسد الإنسان فسيولوجية لها هدف فسيولوجي خاص، وهو التخلص من بعض الكيماويات والسموم الضارة أو الأغشية التي يعني لن يستعملها جسد الإنسان، فهي أمور طبيعية جدا. يعني مثلا في سر الزيجة بيتحد الزوج والزوجة، لما يكون في منهم محبة بفرض أن طرف منهم مرض بمرض صعب وكان يعني مطلوب منه أنه يبقى طريح الفراش فترات طويلة، أسابيع أو شهور أو أحيانا تبقى سنين، بنجد المحبة بين الزوجين بتجعل الطرف الآخر بيهتم بشريك حياته وبكل حتى الإخراجات الجسدية اللي تخرج منه والإفرازات اللي تخرج منه، ولا يجد غضاضة في أنه يساعده في تنظيفها ويساعده في التخلص منها وياخد الحمام. كل دي أمور تخلينا نفهم أن حتى لما نتكلم عن الإفرازات الجنسية التي تخرج من جسد الإنسان لا ننظر عليها أنها نجسة. أيضا الوعد اللي بين الطرفين في سر الزيجة بيقدس العلاقة وبيقدس الجسد ويقدس حتى الإفرازات. من جهة النظرة، نظرة كل واحد فينا للإفرازات التي تخرج من جسده، ومن جهة نظرة كل طرف للآخر، ومن جهة تعاملنا مع هذه الأمور الطبيعية في حياتنا ببساطة. الإفرازات الجنسية للرجل السائل المنوي والإفرازات اللي تخرج معاه اللي هي بتعتبر كنز ربنا بيحطه عنده من أجل أنه يستخدمه، الله بيستخدمه في التناسل، وبكده لا يكون هذا المخزون المنوي اللي في جسم الإنسان ليس نجس، ولما بيخرج من طبيعته الكنيسة بتقولوش خطية ولا حاجة، يمكن بتعتبره إفطار. يعني لما يكون شاب بيفرز إفرازات المنوية مثلا هو نايم أو حاجة وبدون شهوة، الكنيسة ما بتقولوش انت اخطأت عملت خطية، لكن بتقول له مثلا
انت جسدك كأن جسدك اللي يكون صايم ده افطر في هذا اليوم، فلا تتناول من جسد الرب ودمه، تناول بكره، فتستطيع انك تاخذ تتحد بجسد الرب ودمه بكره، مش لازم النهارده. وهكذا نظره الكنيسه للافرازات الجنسيه التي تخرج من المراه في الطمس، وهي عباره عن الطمس ده عباره عن انسجه المبطنه لغشاء الرحم، او غشاء المبطن لجسم الرحم من الداخل، مع تكرار دوره الهرمونات في جسد المراه، بيجي في وقت هذا الجسد، هذا الغشاء اللي كان بيستعد لتقبل الحيوان المنوي عشان يكون الزيجوت، لم تعد له وظيفه، فالجسد فالجسم المراه بيطرده. وده طبعا شيء طبيعي ربنا حط فينا، لابد ان ننظر اليها لانه شيء طبيعي، بيفكرنا حتى بالقدره التي اعطاها الله للانسان على التناسل، وهي قدره الهيه. هي سر التناسل ده عمل الهي بدون اي يعني غضاضه وبدون اي شك في هذا، انه عمل الهي في حياه الانسان. فهنا بنجد ان بقدر ما نظره الزوجين وايضا في مرحله الشباب الى هذه الافرازات على انها افرازات طبيعيه لها طبع النقاوه وليس لها طبع النجاسه، بيتغير مفهومنا للتعامل معها غير. وهذا حتى الطمس يعتبر افراز حيوي، لان البويضه تخرج مع الدم الطمس. عشان كده في عباره لطيفه خالص في رساله من رسائل القديس اثناسيوس الرسولي الى احد الاباء الرهبان اسمه امون الراهب، يقول فيها بالتحديد كده: ما هي الخطيه وما هي النجاسه التي توجد في افراز طبيعي؟ يلزم ان نعرف ان افرازات البطن اللي هو الرحم او الطمس هي ضروره طبيعيه لحياه الكائن الحي، ضروره طبيعيه لحياه الكائن الحي. ومن هنا بنجد ان الاباء كانوا بينظروا الى هذه الافرازات نظره طبيعيه خالص، والانسان المسيحي الحقيقي ينظر الى افرازات شريك حياته زوجته او زوجها باعتبارها جسده، والى اعضائها واعضائه كادوات حياه في يد الله، والافرازات اللي تخرج منها كانها افرازات جسده، لان في وحده بين الزوجين، وبتتكامل هذه النظره وبتتقدس وبتكتمل وبتنضج لما الزوجه تحمل وتلد ابنا، ونجد الاب والام بيهتموا بهذا الطفل ويهتموا بنظافته وكل الافرازات اللي حواليه والافرازات اللي ببساطه شديده جدا، بل بفرح شديد جدا، لانه ثمرت المحبه الحقيقيه الطاهره. وعنوان لنظره الانسان المسيحي للافرازات التي تخرج منه في جميع مراحل عمره، ولإلهنا المجد دائما ابديا.